فين تشتغل؟ فين تشتغل؟ سم؟ الرخصة والاستمارة. إن شاء الله. تفضل هذه الاستمارة. وهذا الرخصة. وش اسمك؟ الله يسلمك، الرخصة موجودة معك وفيها اسمي. إي، ليش قطعت الإشارة؟ والله يا أخي أنا ما أدري شلون قطعت الإشارة، كنت سرحان شوي وللأسف يعني قطعتها، فأنا آسف والله. يعني تعترف إنك قاطع الإشارة ها؟ إي طبعًا أنا معترف إني قطعت الإشارة، بس صدقني كنت سرحان يعني وقطعت الإشارة، سهيت. من وين كنت جاي؟ أنا الله يسلمك كنت طالع من الدوام وبروح لمشوار. فين كنت رايح؟ فين؟ فين؟ فين مشوارك؟ يا أخي ما هو شغلك تسألني السؤال هذا وين كنت رايح؟ ليش قطعت الإشارة؟ يا أخوي أنا ما أبي أقطع الإشارة، صدقني ما شفت، ما أدري شو شفت الإشارة، ها؟ ما شفتها، سهيت يا أخي. أنت عارف أن اللي يقطع الإشارة مثل اللي يسرق قرش وهو صغير، إذا كبر سرق بنك؟ وش الكلام؟ أنت فين تشتغل؟ فين تشتغل؟ ها؟ يا أخي وين والله أشتغل ما أشتغل، لكم نص ساعة وجالسين وين تشتغل؟ وين رايح؟ تسوون أسئلة ما لها لازمة يا أخي، أنتوا طلبتوا مني رخصة واستمارة، الله يعطيكم العافية، ها؟ تبغوني والله تعطوني رخصة واستمارة تقول توكل على الله ولا تعيدها مرة ثانية جزاكم الله ألف خير. تبغوا تعطوني مخالفة أعطوني مخالفة خلصوني يا أخي. لا شوفك قاعد تنفخ. يا مو أنفخ يا أخي، بس ما يصير الكلام ذا يا أخي. رحنا هناك هناك. ليش رحنا؟ رحنا هناك 10 أمتار. رح امشي. لا إله خير إن شاء الله. حرر لها مخالفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرخصة الاستمارة بس. تفضل طال. شاب فاهم وعارف مثلك يتصرف مثل التصرف، طالع من شارع فرع إلى شارع رئيسي ومر على إشارة الوقوف، وفوق هذا بعد قاطع إشارة مرور. يا أخي رايح حياتك حياة الناس، أبى أعطيك مخالفة وهذه آخر مرة إن شاء الله تكرر منك، وأنت عارف زين إنك مخطئ. ولع السير على جنب على جنب. هذا المخرج هو استهتار بالنظام. على جنب يا رايح السيارة على جنب. أنت يا رايح السيارة السوداء اسرح مسراحك، أما رايح السيارة البيضة فوقف لي مع كسوة تفاهم. ها ايش بلا هذا ما نزل من السياره؟ ايش قومه هذه؟ ايه انزل يا عريف سعيد انزل. ما تسمع انت سام؟ اقول ما تسمع ايش بلا ما نزلت. والله طال عمرك اللي يسمع في النظام ان النظام يقول لك اني ما انزل، ومره نزلت وزعلوا، والحين قعدت وزعلتوا انتم. يا اخي ما ادري ايش اسوي. تعلمنا شغلنا. لا اعوذ بالله، وش اعلمك شغلك؟ انا اقول النظام يقول كذا. الرخصه والاستماره ان شاء الله. يا اخوي ممكن اعرف وش خطاي؟ يلا انزل انزل. يا أخي ممكن أعرف أنت موقف لي ليش؟ بتجاوز السرعة. من يقوله؟ الرادار اللي يقوله. شو عندك؟ اللوحة اللي قدام مفقودة. واللوحة الأمامية مفقودة وتتفلفس؟ أي لوحة؟ اللي قدامك. والله ما دريت عنها، لو أدري عنها كان. فين تشتغل؟ فين تشتغل؟ أشتغل في المديرية العامة لشؤون البلدية القروية بمدينة الرياض. الرخصة والاستمارة هم طوفات؟ والله 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 ما حلفت لي، والله شوف يعني ما حلفت لي يعني. ابعد هناك ابعد هناك 10 أمتار.
يا عارف سعيد، هذا معك على الدورية. تفضل. شكرا. ما ادري متى تسلم اللوحه. بعد يومين ان شاء الله راجعنا واستلمها ان شاء الله. الله يجزاك خير ويوفقك امين ويكثر من امثالك يا الله. الله يحفظك. سلام. يا هلا وعليكم السلام. في امان الله. يا راعي البوفيه لو سمحت، انت تبي جبن ولا تبي لحم؟ لا والله قول له هب لنا بيض الله يبيض وجهك. تبي نخلي معاه شطه؟ لا 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 الشطيطه هذه يا اخي لسني احبها. بس يقولون ان الشطه زينه. بطري ولا بطرك؟ لا والله ان بطنك بس عاد على راحتك. قول له قول له الله يستر عليه. قول له اذا لك عنده ممثوث ولا اي ولا عريكه. ممثوث ولا عريكه؟ عمليات غرور 21. ارسل ارسل ارسل. شف في حادث مروري على شارع 60 امام العبقريه. ها الحين مباشر الحادث. ها الحين. لا كلنا لا جبن ولا مربى. احنا واجبنا هنا نعرف من هو المخطي ومن هو المخطئ عليه. رجاء خلينا نشوف شغلنا. تركي خذ لي رسم كروكي للحادث. يا اخوي صار لنا ثلاث ساعات وذول ما جو وحرقتنا الشمس. يا رب وين راحوا هذول؟ وين راحوا؟ ما ادري. ها جو جو. قم السلام. رقصة والاستمارة. رقصة والاستمارة. فين تشتغل؟ بلدية طال عمرك. وانت فين تشتغل؟ سيد خذ رسم كروكي لشكل السيارات وحادث السيارات. خله في الذهن وارسمه صح. عين الكفرات صح. اسمعني الله يطول عمرك تعني ما بتيك. ترى هو اللي غلطان علي. هو اللي غلطان علي. انت اللي غلطت علي. صدقني ان هذا اللي غلطان علي. فرعي. ولا كلمة. خلنا نشوف التقرير كله. حركوا سياراتكم الحين. حركوا السيارات ان شاء الله. فسحوا للسير. فسحوا للسير. سمع يا اخ فيصل. سم. الخطأ عليك 75% لانك جاي من شارع فرعي الى رئيسي. سم. سلمت. يا اخ يوسف الخطأ عليك 25% انك جاي طال عمرك مسرع وفي مسار مو مسار. امشي طال عمرك. الله يعطيك العافيه. مشاكل وتعاون. الله يجيبك هذا عجل على الشكر. يا هلا. الله يسلمك. يا اخوي انا جاي على اقل من مهلي. ما دريت اذا طلع لي. من وين طلع لي؟ ما ادري من وين. بعرف انا بعرف من وين طلعت انت. بس اجل انت الغلطان. مو وين طلعت وشلون انا الغلطان. الله يطول بعمرك. انا جاي مع الجهه هذه. ما دريت الا هو طالع علي من اليسار وصدمني. انا وش اسوي؟ هذا هذا انت الغلطان. انت الغلطان. ما انا غلطان. هو غلطان. يلا يا اخوي انت غلطت علي. اروح الناس اللي يلعب. الله يهديك. يا رحم الله. شو اقول يا جماعه؟ يا جماعه يا اخوي انا ما اشعل مهلي. لا اله الا الله. هذا شارع فرعي على مهلي. انا اذكر ربك. لا اله الا الله. موجودين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس غلطان. اقول اسكت. انا ارى ان كل واحد منكم يصلح سيارته. وش انا اصلح سيارته وغلطان علي؟ لا يا اخوي هو يصلح معصي. حلوة ذي بعد. لا يا اخوي انت صلح سيارتي. لا 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 اقول اسمع. وشلون بعد تبيني اصلح سيارتك؟ اصلح على هذا انت غلطان. هذا غلطان. هذا غلطان. هذا غلطان. الله يهديك. والله انت غلطان. انت غلطان. لا شلون اقول يا انت غلطان علي؟ يا تصرف مع الرجال. ها يا اخوي هو الغلطان. انا غلطان. الله يجزاك خير. أقول يا اللحية الغانمة السيارات ما تضررت. سامح الرجال. وش لا ما تضررت؟ الله يهديك. وانت شايف الموتر يبصدوم. يا ابن الحلال ما جاه إلا العافية. تسامح وبس. لا اسمح لي. خير الصرف. شلون تبين أسامحه؟ بالله عليك وشلون تبين أسامحه؟ غلطان علي. امسحها بوجهي. أنا أفدأ باللحية إنك تسامح. لا يا أخوي ما نسامح. غلطان علي ولا سامح علي. يا رجال سامحه والسيارات ما تضررت كثير. ما فيها. لا تحرج. لا تحرجني بس. سلمت. هو الغلطان. الحين نطلبك طلب وتحيي. هو اللي غلطان ويتحمل نتيجة غلطه. ابن الحلال سامح الرجال. تصالحوا وفكونا. الله يهديك. أرواح الناس ما هي بلعبة. ما تردني. الله يرحم والديك. ما تردني. قلت
تعال ايش تم بيع شراه بيع شراه وتم كل تم اقول ما في تم لا اصلا سيارتي السيارات ما تضررت لا يا اخي تضررت انا منظر عند ظروف والحين ما صار شيء بالحس السياره الدعوه كلها سياره وحديد لا 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 ابدا ابدا ما يبراض الرجال هذا يا اخي ما يبغى يتنازل وهذا اللي معي يقول انه ما يبي يتنازل اسمع خلنا ناخذهم عند النقيب يلا امشي امشي روح انت وياه الرخصة والاستمارة سم فين تشتغل ها؟ الله يثيبكم ويخليكم إن شاء الله العين ترجيكم الله يطول أعماركم ويخليكم إن شاء الله أنتم لولا الله ذو ليش قاطع الإشارة؟ ليش قاطع الإشارة؟ يا ابن حلال أنا ساج شوي والشارع فاضي إيه يا عسكري سم حرر لها مخالفة الله يرحم والديك ويخليك العين أعطني خش الله يرحم والديك ويخليك أنا وراي بزران يا ابن حلال وراي مزرعة ما تعرف أن قطع الإشارة جريمة الله يخليك وطول عمرك تكفى الله يخليك وطول عمرك ما سامحة سامحة ما قصرت لا تعودها ما قصرت الله يسلمك يلا على جنب يا رأس يا رضوضة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الرخصة والاستمارة لو سمحت. إن شاء الله. هذه الرخصة وهذه الاستمارة. أنت عندك خبر إنه ما عندك لوحة أمامية؟ إيه طال عمرك عندي خبر وأنا كنت عند الضابط وإن شاء الله بأصلحها وبركب لوحة وبأصلح اللي تبغاه وعطاني هذه قسيمة هذه حق التسديد وهذه أول ما عطاني القسيمة هذه كلها. توكل على الله ولا تنسى اللوحة الأمامية شكرا لك مع السلامة الحين هالناس ما يعرفون ان عدم التقيد باللوحات مثل الجريمة طيب ليش ما توقف اظن ما هي عندنا في البرنامج اطلع وقفه بس وفهموا قيمة التقيد باللوحات المرورية الحقه رخصة واستمارة تعال فين تشتغل انت فين تشتغل وزارة الكهرباء طال عمرك ليش مسرع انت ليش مسرع يا اخوي ما انا مسرع انتم اللي مسرعين اكذب في الحرير وقدامكم اشاره تقف ما تشوفونها
انت الحين ما تدري ان احنا بنمر من هنيا؟ ما والله ما ادري طال عمرك. شو رايك يا سعيد؟ خذ 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 ولا تعودها مره ثانيه. ان شاء الله طال عمرك. زين يلا يلا, يلا انتبه انتبه للاشارات واللوحات. ان شاء الله. اركب السياره. يلا. سالفة اطلع وراه. يا قليل الادب من هنا مهدي سمعت ان شلوك بخبط هذا هالمراهق قاعد يلفلف جناب في سيارتك وذي كذي 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 رحم الله سود وجهه. ايش قول؟ طلعنا فوق ذا الجبل. وش الفوضى؟ جانا ذا المراهق وقام يلفلف بذا السيارة. مهزلة ما بعدها مهزلة. يسوي بالسيارة كذي كذي كذي. الله يهديكم بس. وش الفاضل مسوينه؟ تعرضون حياة هالمراهق وحياتكم للخطر. الا نفرض طلع لك طفل صغير وانتم تلحقونه. انتم ناس توجهون وتعلمون، بس ما راح اسكت على هالامر ابد. التصرف اللي عملتوه تصرف أرعن، تصرف غير مقبول من أفراد مسؤولين ومحسوبين. مطاردة في شوارع الرياض الواحد مراهق، التصرف هذا بحد ذاته تصرف مجنون. المفروض أنكم أخذتوا رقم السيارة وبلغتوا العمليات وإحنا نتخذ الإجراء اللازم. هذا هم تم إلقاء القبض عليهم بناء على بلاغ من أحد زملائكم وانحلت المشكلة. على كل حال في عقوبة انفرادية لكل واحد منكم، ورايح نرفع أوراقكم للإدارة وننتظر منها الرد المناسب. تفضلوا. فين تشتغل؟ أنا ما في مال مربي. ها؟ مربيك ما في مال. تعال.
القينا القبض على الرجال ذي، الرجال معه رخصه واستماره. عندك رخصه واستماره؟ ما في معلوم. يقول ما في معلوم. يا رجال اطلق سراحه، اطلق سراحه. خلاص روح روح اطلق سراحه، اطلق سراحه. قال لا يتعودها. لا تعودها. يلا يلا على النقطه، على النقطه.